بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى وضعية الانطلاق في ميدان الظواهر الكهربائية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط، و تبنينا الوضعية الواردة في كتاب التلميذ في الصفحة 76، أنطلق في دراسة الميدان. وبدون إطالة مع هذه الوضعية للتعرف على سياقها وسنداتها وبياناتها، ثم نقوم بتحليلها للتعرف على ما سندرسه في ميدان الظواهر الكهربائية مع السنة الثالثة من تعليم المتوسط. إذن يقول في نص الوضعية: جمال المحيط ونظافته ينبغي أن يكون من أولوياتنا اليومية. مدينة بوفاريك كثير من المدن الجزائرية باتت تكتسي حلة من الإخضرار والأضواء الملونة التي تحاكي ألوان العلم الوطني، ما أبهر الكثير من زوارها، ومنهم الفتاة سلمى التي انتهزت فرصة رؤيتها لفني الكهرباء وهو يثبت هذا التجهيز على الأعمدة لتسأله عن هذا التركيب، فأخبرها أن هذه المصابيح تشتغل بالتيار الكهربائي المستمر، وأن الوجه الداخلي للكريات مغلف بمرشحات لونية حمراء وخضراء. إذن فهذه هي الصور، يعني صور ملتقطة الأضواء الملونة وهي تزين مدينة بوفاريك. ثم لدينا صورتين: صورة على اليسار في حالة عدم اشتغال المصابيح، والتركيبة في اليمين في حالة اشتغال المصابيح. المهام الواردة: أرادت سلمى أن تحضر مشروعاً يحاكي تلك الكرات المضيئة بالألوان، مستعملة المخلفات المنزلية للمشاركة به في مسابقة أجمل منتج معاد تدويره، ولكن الكثير من الأسئلة خالجتها أو راودتها دون أن تجد إجابة لها. ساعدها في ذلك بالإجابة عما يلي. إذن الأسئلة التي تدور في ذهنها: 1- ما هو التيار الكهربائي المستمر وما هي خصائصه؟ 2- ما نوع الربط المستعمل في هذه التركيبة؟ برر إجابتك مع رسم المخطط الكهربائي لهذه الدارة الكهربائية. ثم المصباح المستعمل في هذه التركيبة الكهربائية يحمل الدلالة 160 واط. احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة بعد 12 ساعة من التشغيل. الفقرة الثانية: إذا علمت أن سلمى استعملت 5 مصابيح تحمل الدلالة 6V0.5W وبطارية تحمل الدلالة 6V، جد أولاً التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح والتوتر الكهربائي الكلي للدارة الكهربائية. ثانياً، جد شدة التيار الكهربائي المار في كل مصباح وشدة التيار الكهربائي الكلية للدارة الكهربائية. ثالثاً، فسر علاقة دلالة كل من البطارية والمصابيح وهذا النوع من الربط بشدة إضاءة المصابيح. ثم اصنع مشروعك الخاص للإضاءة بألوان العالم الوطني باستعمال تقنية إعادة تدوير المخلفات وشارك به في مسابقة القسم والمؤسسة. الفقرة الثالثة: ابحث في قصة العالم الوطني وعما ترمز له ألوانه الثلاث: الأحمر والأخضر والأبيض. إذن نلاحظ بأن هذه الوضعية ثرية من حيث المضمون العلمي والمنهجي وكذلك القيم. إذن فبدون إطالة، من خلال هذه القراءة يمكننا أن نحلل الوضعية للتعرف على العناصر أو على
الوحدات التعلمية أو الوضعيات الجزئية التعلمية التي سنتطرق إليها في هذا الميدان. إذا قلت من خلال القراءة، يقول في الفقرة الأولى في السؤال الأول مباشرة: ما هو التيار الكهربائي المستمر وما هي خصائصه؟ مما يعني أننا سنتعرف على التيار المستمر ماهيته وما خصائصه، ثم نتعرف على أنواع الربط، أنواع التركيب. ولا شك أننا درسناها في السنة الأولى، فنعود إليها في السنة الثالثة بأكثر تعمق. ثالثا، نتكلم عن أو سنتطرق إلى الطاقة واستطاعة التحويل الكهربائي، ثم نمر كما رأينا في الفقرة الثانية إلى التوتر الكهربائي كمفهوم وتأثيره في أو تأثير الربط على قيمته وتأثره بنوع الربط، شدة التيار الكهربائي كذلك كمفهوم وخصائصه في الربط، في كل ربط، في الربط المتسلسل والربط المتفرع إلى آخره، ثم مشروع التركيب الكهربائي باستعمال ألوان العلم الوطني. إذن هذه هي، بالإضافة إلى مدلول ألوان العلم الوطني، قلنا وهنا نجد الجانب القيمي حاضر بقوة المتمثل في الهوية الوطنية. إذن هذا بالنسبة لتحليل محتوى هذه الوضعية التي لن نعالجها ولن نتطرق إليها إلا في نهاية هذا الميدان، بعدما نتطرق إلى كل الوحدات التعلمية وكل الوضعيات الجزئية المطلوب منا التطرق إليها، ثم نأخذ وضعية أخرى بإذن الله تكون من نفس العائلة كوضعية إدماج تشبه هذه الوضعية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.